السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من برنامج اجي تعرف. والموضوع ديالنا اليوم هو على الطاقات المتجدده. هذا النوع من الطاقات هو الاكثر استعمال في هذا الكوكب السعيد، بحيث ما كاينش شي بقعه من الارض الا وكتوصلها الشمس. هذا الشيء علاش كيتم الاستغلال ديالو بشكل وافر من طرف الانسان. ويوا اجي تعرف معايا الطاقه الشمسيه، نشوفوا اراء العامه ونرجعوا من بعد. شخصيا كنشوف باللي الطاقه الشمسيه طاقه متجدده، واللي هي واحد الطاقه اللي مزيانه، كتعوض الطاقه اللي كتلوث الهواء والطبيعه. وهذا الطاقه الشمسيه كتساعدنا باش نوفروا الشمس، نوفروا الضوء، وباش كنوفروها باش نسخنوا مثلا لتسخين الاشياء. بون لينيرجي سولير سي بور ترانسفورمي الشمس الواحد الالكتريسيتي او بيان الاخر الماء سخون بور ديمينيو لو كو ديال اللي كيجينا شاك موا. طبيعه الحال الطاقه الشمسيه هي طاقه نظيفه، وكنعرف باللي كاين واحد المشروع بالنسبه للمغرب، كاين في الاقاليم الجنوبيه اللي كيستغلوا ديك الطاقه الشمسيه على اعتبار ان في المناطق الجنوبيه الحراره والشمس تكون تما قويه. الطاقه الشمسيه هي طاقه جديده، ودابا تقريبا العالم كامل كيجتهد باش تكون عنده الطاقة الشمسية حفاظا على البيئة. بزاف الناس عرفوا الموضوع ديالنا اللي هو الطاقة الشمسية، وعرفوا بأنه يمكن ليه يخرج الحرارة في واحد النوع أو لا يخرج الكهرباء في واحد النوع، وهو من المشاريع الأكثر أهمية عندنا في المغرب. أشعة الشمس أو الضوء بصفة عامة كيتكون من جزيئات صغيرة ودقيقة اللي كتسمى الفوتونات. هاد الفوتونات هما اللي كتلقاها اللوحات الشمسية اللي خصها تكون كتشكل زاوية قائمة مع أشعة الشمس. والطاقة الشمسية كتكون من جوج ديال الجوانب اللي هما المعطي والمتلقي. المعطي للطاقة اللي هي أشعة الشمس، والمتلقي هما المعدات ديالنا اللي يمكن لهم يستغلوهم يا إما في حرارة أو لا كهرباء. الطاقة الشمسية الحرارية أو لا لينيرجي سولير تيرميك، هذا النوع من الطاقة هو اللي كنستغلوه على شكل حرارة، بحيث اللوحات الحرارية كتستقبل لنا أشعة الشمس، وبذلك كتسخن لنا واحد السائل ناقل الحرارة اللي كيسخن بدوره واحد الماء في المخزن اللي كما سميتو كتشرحو كيخزن لنا الماء الساخن في واحد المكان معزول حراريا. وهكذا كيمكن لنا نستغلو الطاقة الشمسية الحرارية في تسخين الماء. هاد الشيء كلشي مزيان، ولكن المشكل في هذا النوع هو انه كيكون فعال في فصل الصيف وكيتواجد لنا الماء الساخن بكميه وافره، ولكن ما كاينش اللي يستغلو. الطاقه الشمسيه الكهربائيه او لا لينيرجي سولير فوتوفولتايك هي الطاقه اللي كتنتج لنا الكهرباء عن طريق لوحات فيهم دي سيلول فوتوفولتايك، فيهم اسلاك كهربائيه. وهاد لي سيلول فوتوفولتايك كيتصنعوا في مختبرات بتقنيات عاليه خارج المغرب، وبالماده الاكثر تواجد في كوكب الارض اللي هي السيليسيوم، واللي كنلقاوها في الرمله. ملي كتلقى لي سيلول فوتوفولتايك اشعة الشمس كتأدي لواحد الحركة ديال الالكترونات اللي فيها. هاد الحركة هي بدورها كتشكل لنا الكهرباء، وهاد الطاقة الكهربائية يا اما كنخزنوها في لي باتري وكيستغلها المستهلك في الوقت اللي بغى، او لا يمكن لنا نستعملوها مباشرة في المنازل او لا في السقي او لا حتى للبيع بعض الشركات في بعض الدول. المشكلة عند بعض الدول هو كيكون عندها الجو مغيم على طول فصل الشتاء، وهكذا ما يمكنش ليهم ينتج لنا واحد الطاقة كهربائية مهمة مقارنة مع بعض الدول الأخرى بحال المغرب مثلا. ودابا ننتقلوا للصنف الأخير ديال الطاقة الشمسية اللي هما المركزات الشمسية أو لي كونسونتراتور بارابوليك سولير. هذا النوع ديال الطاقة الشمسية كيتستعمل أكثرية في مساحات كبيرة بحال المشروع ديال النور اللي عندنا في المغرب. هاد النوع ديال الطاقة الشمسية كيتوفر على مرايا اللي كيركزوا أشعة الشمسية إما في أنابيب اللي فيهم السائل ناقل الحرارة، أو لا في البرج اللي كيدوز ديك الحرارة في واحد الأنبوب باش يسخنوا لنا الماء اللي كيتحول البخار. وهذاك الضغط ديال البخار كيدفع لنا لي توربين اللي كيحولوا لنا الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. والمشروع ديال الطاقة الشمسية اللي كاين في المغرب هو مشروع نور اللي معروف وكيتواجد في ورزازات والنواحي. وهذا المشروع كيتصنف السابع عالميا من بعد خمسة ديال المشاريع اللي كاينين في الولايات المتحدة، إضافة إلى المشروع اللي كاين في إسبانيا. وحتى لهنا تتسالي الحلقة ديالنا من برنامج أجي تعرف. نتمنى أنكم استفدتم من الموضوع ديال اليوم اللي هو الطاقة الشمسية وتعرفتوا على الأصناف ديالها. ما تنساوش تبعثوا لنا بالاراء ديالكم وبالاسئله ديالكم، وحتى لا كان شي موضوع بغيتوا تعرفوا عليه. نتلاقاو في حلقه جديده وموضوع جديد في السيمانه الجايه من برنامج اجي تعرف. كان معكم فهد في ريفيرونس تي في. تشاو.